صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم ملكي رقم 4 لسنة 2020 بتعيين وزاري. جاء فيه المادة الأولى يعين سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزيرا للخارجية. المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.